اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم اجمع على الهدى أمرنا، واجعل التقوى زادنا، واجعل الجنة مأوانا ومآبنا. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتلا إلا رفعت بلاءه، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا قلبا قاسيا إلا بذكرك لينته، ولا عدوا للمسلمين إلا أهلكته ودمرته. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلقنا بأخلاقه، وجملنا بصفاته، وحققنا بمتابعته، واجعلنا جميعا خدما لسنته وسيرته، واجمعنا يا مولانا في الجنة في زمرته، واجمعنا معه في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. اللهم شفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وعطف علينا قلبه الشريف الطاهر، وهب كل أخ فينا وكل أخت منا صلة قلبية بجناب رسولك الكريم. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدنا لمحابك من الأخلاق لا يهدي لها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارفع عن البلد الغلاء والوباء والبلاء وسفك الدماء وتسلط الأعداء، وردنا إلى دينك العظيم ردا جميلا نحن وجميع المسلمين. بسم الله على أنفسنا، بسم الله على أولادنا، بسم الله على أزواجنا، بسم الله على ذرارينا، بسم الله على من حضر معنا، بسم الله على من استمع إلينا، بسم الله على من غاب عنا من عباد الله الصالحين، بسم الله على أموالنا، بسم الله على تجارنا، بسم الله على صناعنا، بسم الله على زراعنا، بسم الله على طلابنا، بسم الله على مشايخنا، بسم الله على مساجدنا، بسم الله على من أحبنا وأحببناه في الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا تحصنا باسمك الأعظم، واحتمينا بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.